Oh كارل ماركس قال في يوم من الايام ان الدين افيون الشعوب. والحقيقه انا مش قادر اعترض معاه قوي لانه فعلا للاسف الشديد الدين استخدم على مر التاريخ كافيون للشعوب، كمخدر للشعوب حتى لا تثور على الظالم وحتى لا تتقدم في البحث العلمي وفي اشياء كثيره جدا. لكن الحقيقة مش عايزين نظلم الدين الإسلامي في القضية دي كارل ماركس لما قال كده كان الأوروبيين بيعانوا من سيطرة الكنيسة على مقدرات البلاد على عقول الناس حتى للاسف الشديد الجنه قسموها وبعوها وبعوها بحاجه اسمها صكوك الغفران والله اللي عايز يخش الجنه كان بيشتري وحتت بقى في 600 متر وفي 1200 متر وفي نصيه وفي حاجه مساله كانت صعبه جدا ايضا قدروا يسيطروا حتى على العلماء ويسيطروا على البحث العلمي بحيث ان هم ركعوا جاليليو جاليلي في يوم من الايام واعتذر عن العمل بتاعه وعن ابحاثه العلميه وسبحان الله بعدها ب سنه يطلع ان كلام جاليليو هو اللي صح وهو اللي قايم عليه علم الفلك لحد النهارده. الاسلام الحقيقه يعلي من قدر العلماء. وانا احب اضرب مثل هنا بمشي ابن ميمون، مشي ابن ميمون او مايمونيدس ده يعتبر اعظم عالم في التاريخ اليهودي. هذا الرجل كان من المستشارين المقربين جدا من صراحه الدين الايوبي مساله بقى يهودي مسيحي مسلم دي حاجه شخصيه بين الانسان وبين ربنا انما عالم دي مش حاجه شخصيه يجب ان المجتمع الاسلامي يستفيد من هذا العالم سواء يهودي او مسيحي او مسلم محاكم التفتيش من الحاجات اللي اتعملت في اوروبا وادت الى ان يطلع واحد زي كارل ماركس يقول هذا الكلام على الدين لان للاسف الشديد كان بيحاكم الناس على عقائدها انما الاسلام يعطي حريه العقيده انا عايز اقول ان الاسلام دين ثوره ثوره انسانيه لتحرير الانسان تحرير الانسان من استعباد اخوه الانسان تحرير الانسان من استعباد الشهوات تحرير الانسان من استعباد الماده الاسلام جه ثوره على التقاليد الباليه. عشان الناس يقولك لك احنا نا محافظين، احنا هنحتفظ بالتراث بتاعنا. الاسلام بيقول لك التراث بتاع حضرتك ده لو كان موافق لشرع ربنا اهلا وسهلا بيه، مش موافق لشرع ربنا ارميه في سله المهملات. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة. وإنا على آثارهم مهتدون وفي آية أخرى وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم طب ولو جبنا لكم أحسن من اللي عند آباءكم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا إحنا هنمشي على خطوات آباءنا الاسلام بيقولهم اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولو كان ابهاتكم اصلا ما بيفهموش حاجه يعني اذا الاسلام لا يتمسك بالتراث وخلاص لابد التراث ده يكون تراث صحيح حتى نتمسك به ودي ثوره في حد ذاتها ثوره بل ان الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه وصف في القران الكريم بانه محرر بانه يكسر الاغلال وقيود الناس ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا بقول الحق امرنا بالثوره على الظالم وقال خير الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر خير الجهاد ان واحد يقف قدام حاكم آه ظالم ويقول كلمه الحق في آه وجوده وفي حضرته، بل واثنى على الانسان اللي يقتل بسبب كلمه الحق، وقال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان جائر فامره، يعني امره بالمعروف ونهاه يعني نهاه عن المنكر فقتله، يبقى إذن الرسول عليه الصلاه والسلام يأمر المسلم ويشجع المسلم بأنه يقول الحق حتى لو ده كلفه رقبته. الله طب وليه؟ طب ما أنت هتموت كده كده. ما تموت بكرامة النهارده بدل ما تموت تحت عربية. يعني إذا لابد أن الإنسان يقول الحق مهما كانت النتائج. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: الساكت عن الحق شيطان أخرس. ليه؟ تشوف الحق وما تقولوش. تشهد ولو على ابوك ولو على امك ولو على نفسك لان انت لو, لو امتنعت عن الشهادة انت في هذه الحالة اما انه في شخص بريء هيضار او ان العدالة لن تأخذ مجراها الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: إذا رأيت أمتي تهابوا، يعني تخاف أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، يعني أصبح ما فيش أمل في هذه الأمة إذا كانت تخاف أنها تقول للظالم يا ظالم، خلي بالك الظالم ده بيعمل إيه؟ الظالم ده بيقتل كل ده يورينا أن هناك مساحة كبيرة جدا لحرية التعبير في الإسلام، ده أنا عايز أقول أن القرآن قال لنا أن هناك مساحة كبيرة لحرية التعبير حتى مع الله سبحانه وتعالى يعني واضح جدا في سورة البقرة لما ربنا بيقول إني جاعل في الأرض خليفة فالملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني واحنا طب واحنا يعني اشرأبت أعناق الملائكة لهذه لهذا المنصب الخليفة هل ربنا عاقب الملائكه عشان قالوا كده؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى وراهم تجربه؟ تقدروا تقولوا لي الاسماء كلها؟ سبحانك لا علم لنا ما الا ما علمتنا. جاب ادم وقال له انبئهم باسمائهم. فعرف الملائكه ان هذا المخلوق الجديد مش مخلوق طبيعي، ده مخلوق آه في اي بي، مخلوق خاص، من نوع خاص، عنده علم مش موجود حتى عند الملائكه. الشاهد هنا ان ربنا ما عاقبش الملائكه عشان خاطر قالوا له اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يبقى ربنا اعتبر الملائكه بتعبر عن اللي بيجيش جواه سيدنا ابراهيم قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن لو انت مش مش مؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لا مؤمن ولكن المشاهده والتجربه العمليه تقوي الإيمان وتجعل الإنسان مؤمن أكثر فربنا قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزء يعني قطعهم وبعطرهم على الجبال ثم دعوهن يعني اندههم يأتينك سعيا طيورك هتجيلك مشي وطبعا احنا عارفين ان الطيور ما بتجيش ماشي الطيور بتيجي طيرا ولكن سيدنا ابراهيم كان عارف قبل التجربه بتاعته نتيجه التجربه انه هيقطع الاربع طيور دول ويوزعهم على الجبال هيقولوا ماشي الخلاصه هنا ان ربنا ما عاقبش سيدنا ابراهيم عشان عبر عن اللي جواه وقال له ان انا محتاج تقويه الايماني باني اشوف تجربه عمليه سيدنا موسى آه قال ربي ارني انظر إلي أنا عايز أشوفك. ربنا ما عاقبش سيدنا موسى بيعبر عن اللي جواه. فربنا أمره أنه ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طبعاً ربنا ظهر للجبل تجلى الله للجبل فالجبل اندك. الجبل نزل فتفيت فخر موسى صعقا سيدنا موسى أغمى عليه، ولكن ربنا لم يعاقب سيدنا موسى عشان بيعبر عن اللي جواه. ده كله يورينا أن في مساحة كبيرة جداً لحرية التعبير في الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام غير مكان الجيش مرتين على فكره، مره في خيبر ومره في بدر بعد ما حصل جدال بينه وبين احد الجنود في مساله مكان الجيش، ولما نبص حتى على هذا الصحابي الجليل اللي راجع الرسول عليه الصلاه والسلام في بدر هو كان بمنتهى الادب بيقول له اهو منزل انزلكه الله أم هي الحرب والرأي والمشورة يعني هو المكان ده بوحي ربنا اللي أوحى لك إن إحنا نقف في هذا المكان توقف في جيش في هذا المكان ولا يعني ما لو وحي نقفل بقنا بقى ما نتكلمش خلاص ما ينفعش المؤمن يتكلم ويجادل مع الشرع ولا هو الموضوع خاضع للرأي وللمشورة قال قالوا لا قول جواك عبر إنما هو الرأي والحرب والمشورة فقال لما الراجل تأكد إنه مش وحي قال: ما أرى هذا بمنزل، أنا شايف إحنا واقفين في مكان الغلط. قال له طيب بما تشير علينا؟ قال: أرى إن إحنا نقف خلف الآبار وأشار بمكان آخر من الناحية الاستراتيجية أفضل عسكريا، لكن ده يورينا المساحة من حرية التعبير الكبيرة اللي كانت موجودة في الإسلام. ايضا الاسلام جه بالحريه للناس ربعي بن عامر وده احد الصحابه الاجلاء في حواره مع رستم قائد الفرس وقال له انتم مين انتم جايين ليه قال نحن قوم ابتعثنا الله احنا ناس ربنا بعتها لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام احنا ناس ربنا بعتها عشان نخرج الناس من عباده الناس الى عباده رب الناس اذا كان المسلمين الصحابه ينظروا لنفسهم على انهم محررين لل... للناس محررين لغير المسلمين مش جايين يستعبدوهم ولا جايين حتى عشان يقتلوهم الامر الثاني التاريخ ال... الاسلامي مليان بالثورات ضد الظالمين ومش ثورات قام بيها رعاع لا ده ثورات قام بيها ناس عظماء وعلماء كبار و وناس و من آل البيت ثوره الحسين بن علي رضي الله عنه كانت حتى يمنع انتقاص حق الله الملك لله فلما راى ان الامر سينقلب الى ملك حتى ان احد الصحابه قال بل تريدونها كسرويه كسرى يتبع كسره قيصريه قيصر يتبع قيصر فقام هؤلاء الصحابة مع سيدنا الحسين بن علي بثورة ضد الظلم وضد انتقاص حق الله وهو الملك غيلان الدمشقي أيضا هذا كان من تلاميذ الحسن البصري وقام بثورة ضد الظالمين زيد بن زين العابدين علي بن الحسين قام أيضا بثورة ضد الظالمين يبقى إذن الدين الإسلامي ما كانش أفيون للشعوب الدين الاسلامي كان محرك للثورات ضد الظالمين، محمد النفس الزكيه وهذا من, من من خيره ال البيت. سيدنا ابو حنيفه النعمان مؤسس المذهب الحنفي كان يمول ثورات ال البيت بماله. الثوره على الفرنسيين في مصر كان القائد بتاعها الازهر الشريف. انتفاضه المساجد في فلسطين الانتفاضه الفلسطينيه في الثمانينات تسمى انتفاضه المساجد. ثورات الربيع العربي لم تكن ثورات على الدين بل كانت مرتبطه بالدين، راينا كلنا المسلمين وهم يصلون حتى المسيحيين ايضا كانوا يصلون مع المسلمين في ميدان التحرير وفي كل ميادين التحرير وفي الثوره اذا ثورات الربيع العربي كنا نرى فيها الناس تصلي ما كنا نرى فيها انها ثوره على الدين او انها ثوره علمانيه ابدا هذا الكلام كله غير صحيح وفي ناس بذلت من دمائها واستشهدت في سبيل الله. البطانه الصالحه من اهل العلم ومن اهل الدين دايما وجودها مع الحاكم بياتي بالصلاح يعني مثلا نجد رجاء بن حيوه ده كان وزير عمر بن عبد العزيز وجود هذه البطانه الصالحه حول عمر بن عبد العزيز كانت دعما لعمر بن عبد العزيز حتى يكون في في هذه العظمه وانه يصبح يعد من الخلفاء الراشدين وهو ليس في الترتيب من الخلفاء الراشدين. القاضي الفاضل كان وزير صلاح الدين الايوبي وكان من من اعظم علماء الدين. العز بن عبد السلام امام من ائمه الدين ومن اعظم ائمه الدين في التاريخ وكان وزير سيف الدين قطز. الحقيقه هناك علماء سلطان حرموا الخروج على الحاكم. حتى في الدين الاسلامي ظهر هذه الفئه من علماء السلطان ولكن كان دائما المسلمين والعلماء الحقيقيين واقفين لهم بالمرصاد حتى في ثورات الربيع العربي خرج علينا بعض علماء السلطان يحرموا هذه الثورات ويحرموا المظاهرات إن المظاهرات ورده في السنه بل والاعتصامات ورده في السنه احد الناس راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له جاري يؤذيني وانا بقيت مش طايقه والموضوع زاد زياده عن اللزوم، قال له اخرج متاعك الى الطريق. فالراجل خرج متاعه في الطريق وقعد في الطريق اعتصم الرجل بره في الطريق فكان رايح واللي جاي يقول له ايه في ايه؟ يقول له جاري بيؤذيني. فالناس تقول بئس الجار يشتموا الراجل يلعنوا الراجل فالراجل قال لك لا ادخل ارجوك ورفع عنه الظلم، اذا الاعتصام وارد والمظاهرات وارده في الدين الاسلامي. بل احب اقول ان سبب اغلاق باب الاجتهاد هو ان معسكر العلماء لما وجدوا ان بدأت تظهر فئه من علماء السلطان وستفسد الدين بفتاوى في صالح السلطان وفي صالح معسكر الحكم اغلقوا باب الاجتهاد وقالوا لم يترك الاولون من كلمه لقائل، خلاص الاجتهادات خلصت والدين كده تمام ومكتمل ومفيش اجتهادات اكتر من كده عشان يقطعوا الطريق على افساد الدين. دي مسأله عايزين نقولها ان الدين الاسلامي محرك دافع للامام في العلم وفي الثوره على الظالمين يا كل حياتي وافعالي يا كل ساعاتي وايامي انا اللي شوقه فيه انتظار لكن حبيب بالاختيار اختار بعقلي قبل قلبي اجمل كلام وايات وذكر اختار واقول ومش هخبي ديني سبيل وحياه وفكر